الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة كلوميسي هي هرمرت حيبها جمهورية سومالان يدو كدو لسا واجبات كدو شقو هرمرت كلوميسي هي حيبها دركة جمهورية سومالان وحا معلمها صوص دي لهايدا هدو دركة جمهورية سومالان كارنا عاسمة درقية سلوغو صوباتي كدونا عروضي كلوميسي عروضان كلوميسيغا اللغو غوان دونو قده هادلك جمهورية سومالان عاسمة سارجيسا ومركي يوغو هريسي نوع عيسا لغو صوباندقو زومالان وحانا عروضان كلوميسيغا لغو صوباندقو دونا نوع عيدا كالدوان خيرات كالنبدا يوليبا نوع عيدا كالدوان كلوكا دلك جمهورية سومالان كوشيرا حيبه هيدا سومالان ونكيدي لابد كوني افري لاتنكا الكان وحا نغو صوبوغدي وهادا نلتشوغا وسارد كلوميسيغا اقولك صوتا يدبان إذا كان مهد علينا ما تنكاي بوغشلا نصب بوغتين هذا واحد ديل هديله يقدروا حفلية واحد سود وقت عن بلن كلا هين إن عروة لق دقدونا هديله يقدروا هو الكشقالها عروة الصو هديله يقدروا عن كسو بندق دونا خلونك أو عن بد كانوا وجيسين إنه إن قيمة دميس إن شاء الله لقوا سمين دونا إنت صور تقلا قيمة دميس سمين كلا سمين دونا عروة داس أيان إذا رجينا إن شاء الله إني كسو قيب كشان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الكل وحن وحن وقمه العليا النهاردة وحلي هذا بلشو وحن ديارنا هاي أنا نك قريب قالوا عروضات هاي صوب دقي صو دلودو هاد بنو نسود من البرنامج كاس وحن هدو الله هدو رجال كنا نقدر كسو قريب قالنا عروضة صوب وحن صوب دقي دونا كلون قيمة دمس الله وفريش إن شاء الله تعالى برتا سنوك صوب دقي دونا هدو لا يدا السلام عليكم معنا مر مهرد مجهد وافقا فيشن سنتر وحنو كيننا عروة لهدو على إدمو دوان لقبان دوانو كلون فريشة وقيمة نكوي من إني قيمة كتشوانا نكوي من دوانو هدو على إدمو وانا نكسو طيب قرينا وسارة دونوكم عطان مقا عايقو وحوية يعني عبد الرحمن ياسين هيدي مهرد عنا بشوغان بالكلاع كاينا واسطن فيش intaa ka badii wasaaradda ayaanu qalma ku kulanay oo maxaan dhahayay iyaduna noo qabanaysa bandhigga arwada kaloonka aroon maro jeexan ka warhayo stand work isku gaarsinay dhamaanta iyo waxaanu ku tala jirnaa ka soo qayb galo si fiican uga soo qayb galo goobta iyo halka lagu qaban doono insha Allah wasaaradda ino salaamadin doonta ino sheegi doonta waxaan bulshada ku dhaqan gobolka maro jeex iyo magaalada Hargeysa ugu bishaareynaynaa in arwo ay qaban doonto wasaaradda kaloomaysiga iyo khayraadka badda arwada wax lagu soo bandhigi doonaa noocyada kala duwan ee khayraadka badda waxa la sameyn doonaa qiimo dhimis aad u jaba aad u weyn qiimihii suuqyada caadiga ah oo kalunku ka taagnaa maadaama arwada ay aad buu hooseyn doonaa marka bulshada Soomaaliland ku dhaqan gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex iyo magaalada Hargeysa waxaan bishaareynaynaa in arwada ay naga soo qayb galaan dowladda maalmaha soo socda waad soo dhaweynaynaa wasaaradana hadaan nahay baxda kalluumeysiga waan uga mahadcelinaynaa in ay arwooyin noocan oo kala qabato waa markii ugu horeysay runtii ay arwo kalluumeysiga lagu soo bandhigay Soomaaliland wasaaradda iyo hawlwadeenadeena oo ugu horeeyay Maxamuud Jaan Cabdirsame iyo agaasimaha miicad aad baan uga mahadcelinaynaa oo maasantii saa kala qeyb dadkana waxa leenahay naga soo qayb gala kalluunka ka faa'iideysta waxa weli badda qiimo jaban baad igu soo dhaweynaynaa insha Allah